يا صباح الخير، يا صباح السعادة، أحلى صباح من الصحة والجمال. النهاردة مفتقدين أحلى حاجة كانت معانا كل مرة، ندى. معلش ندى، النهاردة بتعتذر. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مستنينك يا ندى، هتوحشينا. إحنا النهاردة مع حكاوينا، حكاوينا بالمصري، معاكو هدى، معانا طبيب امتياز عمر سليمان. إزاي حضرتك؟ ازيك؟ عامل ايه عامل يا إيه؟ دكتور؟ إحنا بنرحب بيك النهاردة معانا، شرفتنا. انا نورك. ربنا يخليك. طبعا احنا متعودين كل مرة هنتكلم في فقرة صحية شوية، وبعد كده فقرة فنية. فنتكلم أول حاجة في الفقرة الصحية، حضرتك تمام. نتكلم في ايه النهاردة؟ نتكلم عن مرض السكر عموما. تمام. نتكلم بقى على الاعراض والعلاجات والوقاية منه ازاي. تمام، نكمل كل الكلام ده بعد الفاصل، واستنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حوارنا عن مرض السكر. هو مرض العصر. أكيد طبعا مرض السكر من الأمراض اللي بتصاحب الإنسان اللي عنده سكر. تمام. تمام. إحنا هنتكلم من الأول طبعا عن الأنواع بتاعته. تمام. مرض السكر عبارة عن نوعين. تمام. النوع الأول والنوع التاني. ملخص الموضوع بسرعة، زمان كانوا بيتكلموا عن إن النوع الأول والنوع التاني ليه علاقة بالسن، لكن هو ملوش علاقة بالسن أوي. يعني ممكن النوع الأول يجي للناس كبيرة، ممكن النوع التاني يجي للشباب صغيرة. النوع الأول تمام بيبقى عبارة عن انسولين اندبندنت. جميل. النوع التاني بيبقى عبارة عن ان الانسولين مش بيتفرز كويس. جميل. تمام. بس دول النوعين باختصار قوي، هنتكلم عليهم بعد كده في الاعراض بتاعتهم والعلاجات هو بتاعتهم. دلوقتي اصلا ما بقاش في حاجة اسمها سن كبير وسن صغير، لا الاطفال مفيش بقى يجيلها سكر بالظبط كده، لان هو برضو من الحاجات ان هو وراثه. يعني من الجينات بيبقى السكر وراثه. ساعات بيوصل من الام والاب للابناء او للحفيد، فدي بتبقى حاجه من الاعراض المبكره ان انا بكشف جينات ان السكر وراثه. اللي هو يعني مثلا لو انا في ام واب وجده او خاله او عم، طبعا ده بتبقى لازم نسبه اباشر كبيره مع الطفل اللي عندي، ان انا دايما احلله ودايما ابقى احلله او صح اتابعه كده، على طول. لازم اتابع على طول ان هو معرض اكتر حاجه ان هو يجيله السكر بالظبط الوراثي. بالظبط كده. تمام. هو انا ايه المؤشرات بقى ان انا ممكن ساعتها اقول ده يمكن يكون عندي سكر، اروح جري على الدكتور اعمل تحاليل، ابقى في الاول فاهمه؟ طيب بصي، هي مبدئيا هو ازاي بيكتشفوا اصلا ان الشخص دوت عنده سكر؟ بيبقى عن طريق 3 حاجات. تمام. يا اما حصل له اعراض السكر زي كومبليكيشن. تمام. يا اما بالصدفه، زي مثلا حصل له عمل تحاليل او عمل اي حاجه فاكتشفه. يا اما بقى عنده الاعراض بتاعه مرض السكر. زي ايه مثلا؟ بيخش بيعمل تويلت كتير. تواليت كتير. تمام. وبيعطش برضه نفس الكلام. وفي حاجه اسمها البوليفيجيا. البوليفيجيا يعني بياكل كتير بس في نفس الوقت بيخس، يعني عكس بعض. تمام. فهي دي حاجات بتبقى مؤشرات. زائد بقى الناس اللي بتعمل تشيك اب لنفسها كل فتره عن السكر والامراض التانية بتكتشف في التحاليل. نتكلم في التحاليل بقى لما نتكلم عن الايه الاعراض بتاعته الاساسيه. تمام. تمام. يعني مثلا ممكن نقول ان احنا دلوقتي ممكن من المؤشرات موضوع دخول الحمام، فاحنا داخلين على شتاء صح طبعا كده، اكيد. فاحنا مش كل ما حد يبقى فيه مثلا موضوع الحمام او التواليت دايما وكتير ان انا كده ممكن عندي سكر، لا صح هو مش كده، دي حاجة من ضمن الحاجات بالظبط، هي حاجه المؤشرات من اللي ضمن معايا. الحاجات. وفي نفس الوقت لازم برضو يبقى مصاحبه باعراض اللي احنا قلناها التانية، مثلا بوليفيجيا اللي هي ياكل كتير ويخس، يا اما بيعطش كتير وفي نفس الوقت حمام مبالغ فيه غير الحمام بتاع الشتاء. يعني التاني ما بيعرقش قوي، ده لا بيخش الحمام وبيعرق نفس الوقت. احنا بنسمع دايما صاحب السكر عشان تقدر تتعايش معاه. بالظبط. يعني في دكتور قال السكر مرض العصر ومصاحب للشخص، لانه هو ملوش علاج قوي. مش البرشام بس هو اللي بيعالج السكر، لا طبعا بيبقى زي نظام حياة. هو خلاص انت اوريدي عندك سكر. تمام. فخلاص انا صاحبه علشان تعرف عشان تتعايش اقدر معاه. اتعايش معاه، ايه الوقاية بقى ان انا اخده كمريض سكر عشان اقدر اتعايش معاه؟ هو مبدئيا الوقاية انك تمشي على النظام العلاج، لان كده كده اي مريض سكر هيمشي على نظام علاج.
نظام العلاج بيبقى ماشي ازاي سريعا بسرعة. اول حاجة لازم يكون عنده عامل دايت. الدايت النظام الغذائي بتاع مريض السكر لازم بينقسم كذا كذا حاجة. اول حاجة ان هو لازم يبقى 50% منه كربوهيدرات، 15% لبس، 35 الغذاء التاني. دوت بيتقسم خلينا نقولها عمي شويه، يعني الناس ممكن ما تبقاش عارفه 15% قد ايه، يعني خلينا نقول مثلا نقول اليوم كده بتاع مريض السكر يفطر ايه مثلا، حاجه صحيه مبدئيا كده. في دكتور كان بيعمل دراسه بره قال لك ما تمنعش المريض من الاكل اللي هو بيحبه علشان ما يتاثرش نفسيا. طيب بس بقول له قال لي يعني مثلا بياكل طبق رز فيه 4 معالق مثلا رز، لا انا هخليه معلقه واحده بس. في عيان يجي يقول لك طب انا بحب الدهون كتير، اقول له ماشي كل دهون بنسبه قليله بس معاها نشويات ومعاها برضو سكريات بنسب قليله جدا، بتتحسب على حسب الوزن بتاعه وعلى حسب برضو هو نسبه السكر بتاعته قد ايه وعلى حسب العلاج اللي هو هياخده قد ايه. طب احنا لما هنصحى الصبح نقول فطار ايه مثلا؟ دي بتبقى بتفرق، النظام الغذائي بيفرق حسب المريض، يعني في كذا كذا نظام غذائي دي مع التغذيه افضل لانه يتابعوا معاه. بس احنا بنتكلم على ان هو النظام الغذائي ما يقطعش قوي كل الاكل بس يقلل منه، بس يقلل من حاجات معينه. جميل. طبعا في المريض اللي بيبقى نسبه سكره عاليه، السكر التراكمي ده اللي هنتكلم عليه في التحاليل، بيبقى نسبة السكر بتاعته عالية جدا فبنمنع مثلا منه السكر. أكيد مش هيجي يقول لي أنا بحب العسل أقول له لا كل حبة حبة شوية، لا ده ممنوع. جميل. أما النظامات الغذائية مع العلاج بتفرق من شخص للتاني على حسب وزنه، على حسب برضه هو مريض سكر نوع إيه، تايب 1 ولا تايب 2، وعلى حسب برضه هو سكره عالي جدا نسبة 400 500 ولا 340 بتفرق. يعني احنا كل اللي هنحدده معانا هنحدده بناء على تعليمات دكتور، بناء على التحاليل اللي معانا. بالظبط كده طبعا. لازم، واهم حاجه طبعا في تحاليل السكر هو السكر التراكمي. تمام. في ناس بتروح تحلل للانسولين. تمام. بس لا، في تحليل السي بيبتايد دوت اكتر، لسبب ان الانسولين ساعات بيتضرب من الكبد وبيتضرب من الكلى، يعني بيخرج من هنا وبيخرج من هنا، فالسي بيبتايد دي بتبقى سبيسيفيك اكتر، يعني تبع الاكتشاف المبكر او ان انا ازاي هحدد المريض دوت عنده قد ايه. السكر التراكمي طبعا كل الناس بتروح تعمل صايم وفاطر، ماشي، دوت في المتابعه، لان هو من العلاج بتاعه زي ما انت قلتي برضو، والوقايه، ما هو الوقايه علاج. تمام. في السكر بالذات، فالعلاج بتاعه احنا بنتبع اول حاجه اعرف المرض اللي عنده ايه، يعني اعرف نوعه واعرف النوع بتاعه ايه واعرف نسبته قد ايه. طيب بنعتمد بالظبط على السكر التراكمي. ليه بنعتمد على السكر التراكمي؟ في مثال بسيط كده. تمام. بيقول لك لو انت مثلا في ستات، جميل، وفي مليان 120 الف شخص، تمام، وهليكوبتر عدت وحدفت السكر، بيلزق في ناس وناس لا. ده نفس الفكره بتاعت السكر بتلزق في الهيموجلوبين. جميل. وبنسب قد ايه؟ قال لك 5%، تمام ماشي مش مشكله. 10%، لا احنا كده في خطر شويه. 13%، لا انا كده استوب. ليه بقى السكر التراكمي بيحدد كل 3 شهور؟ يعني هو اصلا بيبقى معدل تراكمي اسمه تحليل سكر تراكمي. اللي هو هيديني النتيجه بتاعت الثلاث شهور اللي عدوا عليا. طب اشمعنى 3 شهور؟ قال لك الثلاث شهور دول لان دوت فتره عمر الكرات الدم الحمراء اللي هي اصلا بتشيل الجلوكوز او بتشيل السكر. تمام. طيب في ناس بقى بتعمل ايه مثلا؟ دي حاجه بسيطه، يعني بيبقى هو عنده سكر، مريض سكر، طب عايز ياخد اجازه، يروح ياكل مثلا برطمان عسل ويروح يحلل سكر عشوائي، يطلع اكيد السكر عالي 400. تمام. طب واحد مثلا رايح يقدم في شغل او كده وهو عنده سكر وعايز يروح مقلل خالص، يطلع السكر مثلا واطي. تمام. فده كده نصابين. ليه بقى؟ لان هم دلوقتي بيعتمدوا على التراكمي، خلاص انت كده كده هتتكشف، هو كل 3 شهور بيحسب نسبه كل 3 شهور. والمفروض اعمله كل قد ايه بقى؟ على حسب بقى، هو في دي المتابعات، يعني دي المتابعات طبعا احنا قلنا مع النظام الغذائي، ودي بيفضل انك
يعني تروح تتابع مع دكتور تغذية، تمام، زائد التعليمات اللي بيديها الدكتور الباطن السكر دي لازم، طبعا. تمام، بس دي الافضل يعني بصراحه، لانها بتبقى نسب، تمام، زي ما قلت لك 50 15 35 النسب، الاكل المعين على حسب بقى ده سكره عالي سكره واطي، تمام. المتابعه بقى بتبقى عن طريق العشوائي، انا خلاص عرفت انا مثلا سكري نسبته كذا التراكمي بتاعه، بروح اتابع سكر عشوائي. طبعا الناس عندها جهاز كده بيتابعوا بيه السكر، عشان برضو لو بياخد دواء او بياخد حاجه بيتابع بيه، ده السكر العشوائي. الصايم والفاطر برضو دي متابعه، بيفضل مثلا كل من 3 ل 6 شهور تفضل انك تتابع النسب بتاعتك. يعني التراكم نقدر نقول مثلا في السنه مره، مثلا ممكن مرتين، مش مرتين، تمام. على حسب برضو انت بيظهر عليكي الاعراض ازاي، يعني في ناس بتاخد علاج، ما انا قصدي ان انا في السنه مرتين، بس انا متابعه سكر عشوائي. بالظبط كده، كل مثلا شهرين لازم اتابع سكر عشوائي؟ لا، في ناس عندها في البيت بتعمل كل يوم او كل يومين، بتشك نفسها وبتظهر في الجهاز الرقم كده، انا عارف انا واخد الجرعه بالظبط قد ايه. دي الناس اللي بتتابع يعني، ما في دي مصر الناس اللي هنا بتتابع. في مصر هنا هم قليل قوي الناس دي مصر عندنا هنا هنا. يعني ما فيش. حتى كمان بيقول لك يعني حاجه كده طريفه في مصر، انا بص انا مش مشكله انا هاكل العسل، ايه اللي هيحصل يعني؟ تلاقيه على طول دخل في غيبوبه على طول، تمام. ممكن نتكلم بقى على، احنا كل شويه قاعدين نقول انسولين 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 انسولين، طب الانسولين ده ايه؟ طيب يعني ده هرمون بيتفرز من البنكرياس، تمام، من جزر لانجرهانس. حلو، الانسولين ده بيبقى ببساطه كده بسرعه ليه وظائف كتير جدا، ماشي، بس من اهمها ان هو بيدخل الجلوكوز، تمام، جوه الخليه. طب الجلوكوز ده وظيفته ايه؟ الجلوكوز دوت بيدي الخليه زي تحويلات وكده، بتدي باور للخليه انها تقدر تمارس الحياه الطبيعيه بتاعتها. يعني نقدر نقول ان البنكرياس هو اللي سبب في الانسولين للجسم. طبعا، فمعنى كده ان هو البنكرياس لما يتعرض لحاجه تلف او تمام حصل حاجه، يبقى هو دوت اللي هيعرضنا لمرضى السكر. حلو، صح كده؟ ده النوع التاني لسبب. النوع الاولاني، النوع الاولاني بيبقى معظمه وراثي، بس هو 15% بس. النوع التاني هو 85%، ده اسمه سكر الشعب، تمام، لان هو الاكتر في الناس. النوع الاول بيبقى الانسولين بيتفرز عادي، تمام، بس في حاجات اسمها ريسبتورز بتاعه الانسولين، تمام، بتبقى مش عارفه تاخد تستفيد بالانسولين كتير، فهو بيقفلها، تمام. علشان كده في النوع الاولاني علاجه على طول انسولين، على طول بديله انسولين، تمام، بانواعه اللي احنا هنقولها بعدين. طيب النوع الثاني بيقول لك ما ياخدش انسولين، بس في حالات معينه، تمام، هنقولها برضو لما نيجي نتكلم على الايه. طب احنا لو دلوقتي لو مثلا احنا السكر عالي والدكتور كتب ان احنا لازم ندخل في انسولين، تمام، لو السكر اتظبط بس بعد هو فترة، لو هو درجة تانية النوع التاني، تمام، مش هيقولك انسولين على طول، هو هيبدا بالعلاجات اللي احنا برضه هنقولها. انا قصدي ان احنا تمام ماشيين على العلاج التاني وما جابش نتيجة، هندخل في الانسولين. او عنده مثلا حساسية من حاجة او كده وما جابش نتيجة وبرضه لسه السكر عالي، هنضطر ان نديله انسولين، هندخل في الانسولين. لو الانسولين ظبطني فعلا وخفض نسبة السكر عندي وبقيت ماشية فترة سنة مثلا سنتين، تمام، ينفع ان انا اسحب الانسولين من الجسم وادخل ارجع تاني للاقراص مثلا، ولا خلاص ما دام الانسولين دخل الجسم يبقى ما انت هترجعي للادويه الثانيه بتاعت العلاجات، هتلاقيها بعد فتره ممكن تجيب لمده مثلا شهر او شهرين، بعد كده خلاص مش الجسم مش قادر يتاقلم مع الايه، مع العلاج ده. معنى كده احنا ما دام دخل الانسولين كده بيتعايش معاه زي الـ زي الـ زي الـ هو دلوقتي الانسولين بقى حاجه سهله جدا يعني، ده اصل هو ده الالم وكده وشكه بسيطه مش جدا، مش بقت حاجه جدا معضله جامده يعني. هو عموما احنا كده هنجريها بسرعه، بس هو عباره عن 4 ادويه، تمام، في اللي هو السوليبل، سوري الانجلش طبعا هي الكلام سوليبل، تمام، دوت بيقول لك هو كل حاجه ليها نسب معينه في عدد الساعات، تمام، يعني هو بيشتغل بعد قد ايه، بيبدا بعد قد ايه، بيشتغل بيوصل لاعلى ليفل بتاعه في قد ايه، على حسب بقى. يعني مثلا في عيان دخل في كوما، دخل في غيبوبه، فبنروح نديله اللي هو وهو مريض خلاص سكر وعارفينه خلاص، بنروح نديله اللي هو الانسولين اكت رابت، اكت رابت دوت اللي هو بيشتغل
في من 10 ل 15 دقيقه مثلا. فاحنا لما هنتكلم عن الانواع اللي هي العلاجيه، تمام، في اربع انواع، تمام، السولوبل، تمام، والانترميديت، والفاست احنا قلنا خلاص الفاست اكتنج، والنوعين التانيين. النوعين التانيين بيبقى على حسب الدكتور، ده طبعا لازم ان هو مريض السكر لازم يبقى رفيق طبيب، لازم. السبب بقى الشعب المصري جميل، او احنا عموما كلنا اللي عنده سكر واللي ما عندوش سكر، قال لك انا كنت بحس بكذا وكنت بحس، وانا خدت الدواء ده وجاب معايا نتيجه، وانا خدت العلاج ده وجاب معايا نتيجه، اصل انا رحت للدكتور ما جابش معايا نتيجه. فماشيين على راي الدكتور حسام موافي، ماشيين بالفتاوي، تمام، يعني هو في دواء جاب معاك نتيجه، طب قول لي اسمه يمكن يجي معايا، قول لي اسمه وانا يجي معايا انا كمان، ولا جرعه ولا اي حاجه. فهي دي نقطة بس. بس الكلام ده المفروض يعني في كبرنا مثلا في دور برد يعني. بالظبط. لكن مش هدخل في موضوع سكر انا اقدر اعمل الكلام ده. بالظبط بالظبط. يعني لازم اكون متابع مع رفيق للطبيب. والطبيب معظم الدكاترة طبعا بتوع اخصائيين السكر والبطنة وكده، بأول حاجة بيعملها ان هو يكسب ثقة المريض من اول كشف، لسبب انه لازم يلغي فكرة ان حد بيفتي ويخوفه او يقول له مثلا لا العلاج ده كذا، لا العلاج ده كذا، طب خد جرعه كذا، لان يعني ممكن جرعه زياده تدخله في غيبوبه، ممكن جرعه قليله ما تجيبش معاه نتيجه فيخش في غيبوبه. تمام. بس طب احنا لو مثلا عندي مريض سكر في البيت، تمام، وحصل عليه اعراض، انا مش عارفه الاعراض دي، هو السكر كده عالي، السكر كده واطي، عشان اقدر اتعامل، ايه الاعراض اللي هي هنقول فيها السكر كده عالي، السكر كده منخفض؟ طب احنا ممكن قبل النقطه دي نتكلم على مضاعفات مرض السكر. تمام تمام. هي دي بقى اللي ممكن تظهر في البيت. خلاص احنا قلنا الاعراض المبكره اللي هي الحاجات البسيطه اللي انا هروح احلل عشانها. طب ايه هي المضاعفات؟ ممكن واحد ما يبقاش عارف ان هو عنده سكر ويحصل له مره مضاعف. زي ايه المضاعفات؟ قلنا بتظهر على حاجات كتير جدا، على الجلد، تمام، على العين، على الكلى، بتظهر برضو مثلا على هيئة غيبوبة، وعلى الرجل، ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها، القدم السكري طبعا، وبتظهر برضو مثلا ساعات على القلب، بس دي مرحلة متقدمة جدا. طيب مثلا الحاجات اللي ممكن تحصل في البيت، اتخبط، اتعور، تمام، والجرح ما بيلمش، تمام، هبدا اشك سنه مثلا ان هو ممكن يبقى سكر. طيب اغمى عليه وما عندوش سابق معرفه ان هو عنده سكر، تمام، من الاسعافات الاوليه اللي الدكاتره طبعا بيعملوها ان هو بيقيس السكر، تمام، لقاه عالي، لقاه واطي، تمام، لقاه واطي مثلا، حلو، بيبقى اول حاجه فيرست ايد ان هو يديله جرعه جلوكوز، جميل، هتفوق شويه، بعد كده طبعا يبدا يتابع مع طبيب سكر. طيب لو عالي احنا قلنا قبل كده هنديله على حسب الوحدات وعلى حسب الوزن الانسولين اكترابت اللي هو بيشتغل مفعول سريع، تمام، ده كده اللي في البيت. طيب الجروح ديت اهم حاجه، لان الانسولين لما بيحصل مثلا عنده مريض سكر بتبقى الجروح بتلم بصعوبه جدا. مريض تمام؟ السكر والانفكشن بتاعها بيبقى نسبته عاليه، يعني التلوث للجرح بتبقى نسبته عاليه، فبتبقى الاهتمام بالجرح لازم يبقى كتير. حتى لما بتخش عمليات او بتخش مثلا، انا خلاص انا مريض سكر وعارف ان انا مريض سكر عندي سكر، بتخش عمليات لازم يبقى معاك اي دي او معاك اي حاجه في الاثبات بتاعك انك مريض سكر. ليه بقى؟ اول حاجه عشان البنج، ممكن مريض السكر يحصل له مضاعفات في البنج وقدر الله يتوفى، تمام. تاني حاجه الجروح، هبقى مهتم بالجرح زياده عن العيان التاني. ليه؟ لان هو بيلم بصعوبه جدا، وزائد ان هو بيبقى عرضه للتلوث. هو بيتهيألي كمان قبل ما ادخل اصلا عمليه لازم اكون رايحه للدكتور، لو عندي اي حاجه بسيطه بروح اقول له انا عندي سكر يعني. هو في حاجه طريفه برضه، الادويه نفسها لازم تكون، في حاجه طريفه بره بيعملوها، تمام، بيبقى زي الرخصه كده، تمام، المكتوب فيها فصيله الدم بتاعتك عشان لو حصل اي مشكله او حصل اي حاجه. بيبقى عندهم اي دي، تمام، مكتوب فيه ان هو مريض سكر تايب كذا، وبيبقى مكتوب فيه مثلا زي سي في صغير كده بالسكر، بتبقى برده محطوطه معاهم زي في البطاقه،
حلو، دي مثلا لا قدر الله اغمى عليه، بيروح مطلعين الاي دي، اه ده مريض سكر مثلا واطي، ما خدش جرعه، ما خدش حاجه، بيسعفوه اوليا. طب دخل عمليات وانا ما اعرفش ان هو مريض سكر، واديته مثلا جرعه زياده، تمام، من البنج مثلا، دي مع دكاتره التخدير طبعا. طب احنا مع الاسف باقي دقيقتين، تمام. حضرتك تدي نصيحه ايه طيب لمرضى السكر عشان نبقى واخدين بالنا اكتر من كده؟ طبعا اول حاجه لازم الدايت، النظام الغذائي دوت من اهم الحاجات اللي لازم ياخدوا بالهم منهم، النظام الغذائي، تمام. تاني حاجه بيقول لك ممارسه الرياضه بتساعد برضو عيان السكر ان هو يستغل الدواء كويس. تالت حاجه يتغاضى عن المضاعفات، يعني يهتم بالجرح بتاعه، يحاول ينتظم على الادويه بتاعته، متابعه دوريه، تمام، يعني التحاليل برضو دورية. في نفس الوقت كمان لازم رفيق الطبيب، هو مريض السكر رفيق الطبيب، والجهاز اللي هو في العشوائي البيت ده، ده لازم في كل بيت المفروض في مريض عنده سكر لازم يكون، يبقى عنده الجهاز ده عشان يتابع نفسه كل تمام يوم. عشان يعني اقدر حتى ابقى عارفه السكر عالي او واطي قبل ما ابدي اي اجراء معاه. يعني في ناس كمان بتعمل ان هو كل يوم يتابع الدواء بتاعه عمل تاثير قد ايه عليه، تمام، بيبقى عن طريق الجهاز ده، وبرضه رفيق الطبيب. اوكي، ميرسي دكتور. العفو عليا. شرفتنا النهارده، وان شاء الله نكون استفدنا مع حضرتك. يا رب ان شاء الله. كل المشاهدين استفادوا معايا. يا رب ان شاء الله. شكرا.